كانت هذه جولتنا الإخبارية، ومستمرون معكم في مناقشة الجولة التي قام بها اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للوقوف على آخر المستجدات والتطورات في مشروع حياة كريمة. هذا المشروع الذي يهدف لتطوير مراكز وقرى الريف المصري ليقدم تنمية حضرية وحماية اجتماعية للمواطن المصري البسيط في هذه المناطق. نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا وعما جاء في جولة رئيس مجلس الوزراء بعد متابعة هذا الفصل. نتمنى ان اطلقنا المشروع حياة كريمة ربنا يوفقنا فيه ويخرج بالشكل اللي احنا بنتمناه، ويبقى بعد اول مرحلة بنحتفل ويعني والدنيا بتتغير بشكل حقيقي في مصر او في الريف المصري. ان شاء الله هنغير حقيقة حال اهلنا في المرحلة الاولى والتانية والتالتة ان شاء الله بعد كده، لكن هنغير وضعهم تماما. وقلنا ساعتها ان احنا ال 52 مركز دول بالاكثر من 1400 قريه وتوابعهم احنا بنعمل ده عشان ده واجبنا، واجبنا تجاه بلدنا وكل مسؤول مشارك معانا، سواء كان الكهرباء او الاسكان او الزراعه او الري. في برنامج ضخم لكل وزاره داخل القرى دي عشان فعلا الهدف اللي احنا حاطينه يتحقق. أجدد لكم التحية وأرحب في هذا اللقاء بضيفي الكريم دكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ. دكتور مدحت، تأكيد بلدان العالم وليس مصر فقط تواجه في الفترة الأخيرة أزمة اقتصادية عالمية وحالة من الاضطراب، ورغم ذلك مصر مستمرة في مشروعاتها القومية وعلى رأسها مشروع حياة كريمة. كيف ترى يعني استمرار الدولة في خطواتها الطموحة لتحسين حياة المواطن المصري خاصة من خلال هذه المبادرة وهذا المشروع؟ بعد تكرار التحية لحضرتك أستاذة ليلى وأهل بسبيرو جميعا، إصرار القيادة المصرية على تكملة برنامج التنمية المستدامة اللي من ضمنه برنامج حياة كريمة التي أفضل دائما أن أطلق عليه مشروع القرن المصري العصري، ومن مسبيرو هنا قلت هذه الكلمات، وهو يصلح لأن يكون حياة كريمة للجميع، ليست حياة كريمة فقط محصورة لقطاع معين من 60% من المصريين فقط، لكنها إن اتسع الوقت سأبين وجهة نظري في هذا الأمر أنها حياة كريمة للجميع للمصريين. الأزمات العالمية ليست بخفية على أحد، نخرج من ما زلنا في أتون الحرب الروسية الأوكرانية والتصاعدات التي حدثت والتداعيات التي حدثت جرائها من القمح ومن الذرة ومن ارتفاع الأسعار، وها نبدأ الآن في اتفاقيات التصدير على المستوى المحدود على ولكن نفاجأ بالحرائق تضرب أسبانيا وتضرب الغابات هنا وتحرق القمح في الهند ونخرج من دوامة إلى دوامة أخرى. اليوم قبل أن أأتي إلى حضراتكم أنطونيو غوتيريش يخطب في الأمم المتحدة ويحذر من الحرب العالمية الثالثة، حرب الإبادة العالمية وما إلى ذلك. ورغم كل ما حدث طوال الفترات السابقة، وليس بخافي على حضرتك كورونا وأخواتها أوميكرون وما وتابعتها وما إلى ذلك وجدر القردة والخنازير وما إلى ذلك، ومع هذا لم تتخلى مصرنا الحبيبة عن أحلامها في تحقيق التنمية المستدامة أو برنامجها 2030. حياة كريمة للجميع هي
نموذج الأمم المتحدة فرضته في أو أقرته في أواخر 20-30 عند مراجعات البرامج الأممية الحادثة في العالم، وأشارت للجميع أن هنالك برنامج يطبق في جمهورية مصر العربية يسمى حياة كريمة يصلح للتطبيق في الدول النامية وفوق النامية والساعية للنمو. إصرار غير عادي. أستاذة ليلى، مصر صعدت الجبل بكامل حمولاتها، لم تتخلى عن الفقير، لم تتخلى عن المرأة المعيلة، لم تتخلى عن البطاقات وما إلى ذلك، رغم وجود من لا يستحق هذا الدعم وما إلى ذلك. إن أشار البعض إلى ارتفاعات الأسعار وما إلى ذلك، فهي لا تقارن بالارتفاعات ولا الطفرات العالمية المقاسة على الدخل. نعم. البعض يرنو خبصا ويقول إن كنت تقول أن سعر البنزين في مصرنا كذا وهو من أرخص الأسعار فعاملني على الأسعار. لا، شاهد الارتفاعات والمضطردة في الأسعار في كل من، حتى لدرجة أنه لقد توجد أرفف خاوية وخالية من الأغذية ومن المعدات الطبية ومن المستلزمات التي تتطلبها الأسرة والأفراد وما إلى ذلك. نعم. طيب دكتور، فيما يتعلق بهذا المشروع الطموح، كيف يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية وأيضا التنمية الحضارية من خلال بنوده المختلفة ومن خلال ما رأيناه حتى الآن من مشروعات عدة تمت في العديد من القرى والمراكز المصرية؟ وهذا سؤال يسعدني بلا مجاملة. كانت رسالة الدكتوراه الخاصة بي من سنوات خلت في التنمية المستدامة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وكنت أصر على أن التنمية المستدامة هي أعظم مشروع أممي قدمته الأمم المتحدة وما زلت. وبتكرار الأبحاث والممارسات والدراسات في هذا المجال الذي أدعي أنني متخصص فيه، اكتشفت أن التنمية المستدامة هي التنمية العادلة. التنمية العادلة، وما علاقة هذا بما يحدث بمصرنا الحبيبة الآن؟ عدالة التنمية تتحقق الآن في مصرنا الحبيبة. ما المقصود بعدالة التنمية؟ بدأنا ننظر إلى صعيدنا وإلى إخواننا في الصعيد الحبيب وإلى الغرب وإلى قبائل الأولاد علي والمياه وما إلى ذلك، إلى أهلنا في البحر الأحمر ومحطات بنبان في أسوان. والآن تبدأ حياة كريمة لأول مرة. عمري يقترب من 60 عاما، إن كان أجلي يمتد لنوفمبر القادم، لم أشاهد في مصرنا الحبيبة مشروع يبدأ من الداخل. كان دائما يبدأ من الميدان، من ميدان التحرير، من الأسكندرية، من ميدان سعد، من المنصورة، من المشاية، من هنا من أفخم الأماكن تبدأ التنمية. لكن الآن يبدأ من القرى والنجوع، وشاهدتها بأم عيني، المعدات والحفارات والقلابات وما إلى ذلك وتبدأ. وهو ما جعل المواطن يصف خلف حكومته. المواطن المصري يصعب أن تتذاكى حكومة عليه، أو يصعب أن تتلاعب به حكومة. ما نشاهده الآن أستاذ ليلى أن المواطن يصف خلف حكومات. صحيح أنه قد لا يقبل بعض الأشياء أو يتضرر من هذا، لكن في الإطار القانوني والإطار الصحيح وما إلى ذلك. شاهدت اليوم في الجرائد المصرية بعض الضباط يتضررون من حركة التنقلات والترقيات في وزارة الداخلية وما إلى ذلك. أمور كثيرة تطين الترع، حماية كان المواطن لا كنت من دقائق قلت لحضرتك انه حياه كريمه للجميع. المواطن المصري بطبيعته يود ان يدفن مكان ما ولد، يود ان يقضي حياته في مكانه، لكنه هو هاجر قريته وهاجر بلده وهاجر من اجل التعليم، من اجل البحث عن الصحه، من اجل حياه كريمه لاموال. الان نعيده وبلا اجبار، بالترغيب وليس بالترهيب. وهذا ما سيكتب للمشروع النجاح، أن المواطن سيعود إلى وطنه وداره بصحبة أولاده وزوجته وعشيرته، ويترك مكانه في المنصورة وفي الأسكندرية وفي الإسماعيلية، فيخف هذا العبء الهائل على البنية الأساسية الموجودة خاصة بعواصم المحافظات. نعم. طيب الاعتماد على المكونات المحلية كان من ضمن ما ذكره رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم، وربما هذا يتماشى مع فكرة تأثر سلاسل الإمداد العالمية، لكنه في نفس الوقت بتأكيد يؤثر على فكرة التنمية ومفهوم التنمية في مصر، ويربط ذلك الصناعة والرغبة في تطوير قطرة الصناعة في مصر. نعم، وعلينا أن نتخذ من هذا مبدأ مصريا. هنالك مبدأ اقتصادي
بعض الأساتذة والزملاء يعارضونني فيه ويقولون هذا مبدأ قديم، هو قديم، هو الإحلال محل الواردات. إن استطاع، وأنا لا أجد في قدم المبدأ أو في استخدامه كثيرا شيء يعيبه. الإحلال محل الواردات، لا تتخيلي أستاذة ليلى ومشاهدنا الكريم كم سيتيح لمصرنا من طفرات في الإيرادات ونقص في المصروفات والعملة الصعبة الخارجية من مصرنا إلى الخارج. بكم نستورد سخانات وثلاجات وبوتاجازات وما إلى ذلك وأجهزة نستطيع أن تحققها في مصرنا الحبيبة. وقبل أن أنسى، أسأل سؤال واحدا في حلقتنا هذه، ماذا كانت ستفعل مصر أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية لو لم يكن لنا رصيد من القمح سنجمعه في أبريل الماضي أو جمعناه في أبريل الماضي؟ ماذا كان سيحدث؟ لدينا الآن أرصدة من القمح وصوامع وما إلى في الصوامع وما إلى ذلك تكفينا لهذا. هذه الصوامع الذي أذكر حضرتك كم أوسعونا غمزا ولمزا وهمزا، لماذا كل هذه الصوامع؟ على ماذا تبنون؟ هل ستخزنون أقماح أفريقية ومش احتجناها بالفعل الآن. مثل هذه الخطوات كيف عكست الرؤية الاستباقية للتخفيف من حدة الأزمات؟ وربما هذه الرؤية ظهرت أيضا مع بداية جائحة كورونا، مما خفف كثيرا من العواقب الاقتصادية للجائحة على مصر في فترة. وهذا ما حدث بالفعل، وهذا تستطيع حضرتك ويستطيع مشاهدنا الكريم أن يراجعنا بعد هذه الحلقة على في اليونايتد نيشن أو على موقع الأمم المتحدة، وهي تشير تحديدا إلى مشروع حياة كريمة والتطورات المصرية، إلى فيتش، مودز، ستاندر أمبور، مورغان ستانلي، كل هؤلاء المؤسسات الكبرى تحافظ على التصنيف الائتماني المصري إلى أبعد الحدود ومنذ فترات عديدة وعلى مرات متتالية. هؤلاء لا يمنحون شهاداتهم بمقابل أو بدون مقابل، هم جادون حادون. لكن أن تتخيلي البنك الدولي وحضرتك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يشيرون بالبنان إلى الاستثمار في مصر، وهذه المؤسسات الدقيقة في وضع استثماراتها والدقيقة في كلماتها. هنالك دول ومؤسسات كبرى تطمح أن يرد اسمها ذكرا في هذه التقارير، لا يوجد تقرير الآن لهذه المؤسسات الكبرى. لو لم تكن هذه الإجراءات المصرية جادة حادة في كل الأمور ووفقا لبرامج متعددة وما إلى ذلك، ربطت العلم بالعمل. كراجل أكاديمي متخصص أطمح كثيرا في وأسعد كثيرا حينما أجد العلم يرتبط بالعمل. الآن في مصرنا الحبيبة يتحقق هذا أستاذة ليلى، وهو ما يجعل من مصرنا الحبيبة في حالة أبجريد دايما أو قدما للأمام وإلى ذلك. ومع هذا فأؤكد أننا صعدنا الجبل، أو مصرنا الحبيبة صعدت الجبل بدون استبعاد أي أحد، بل بكل ما تحتويه من إيجابيات وسلبيات. نعم. كيف نجحت الحكومة في تحقيق توازن ما بين مفهوم الحماية الاجتماعية اللي تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء وما بين التكيف مع المتغيرات العالمية سواء كانت اقتصادية أو غيرها من المتغير؟ أسبق الإجابة إن سمحتي لي بجملة اعتراضية صغيرة. تذكرون جميعا ويذكر مواطننا المصري حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموازنة المصرية وعلى تحقيق الفائض، وعلى الفائض الأولي الذي تحقق مرة واثنان وثلاثة عبر سنوات ثلاثة متتالية. لكن هل تذكرون حينما ضربت جائحة كورونا العالم ماذا حدث؟ ضربت الموازنة، ولا الحماية الاجتماعية، المواطن، صحة المواطن، هذه استيراد هذه الخامات، التصنيع في هذا المجال، نفس الشيء من أجل حياة كريمة. بدأ يحصل نوع يسمونه أحد المبادئ الاقتصادية الهامة كوست بينيفيت أناليسيس، يعني التكلفة والعائد، في تكلفة بس في عائد، العائد هنا للمواطن. كان ضربت الموازنة، بقى أذكر أول خرق لهذه الموازنة كان 100 مليون جنيه بأمر السيد الرئيس، وهو ليس خرقا هو دعما، مثل ما حدث الآن حينما نتكلم عن برنامج الحماية، 100 مليون أخرى نفس المكان، 50 مليار لدعم السياحة،
وهذه رؤية أيضا تكافل وكرامة والقرارات الأخيرة المرتبطة بل تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء من ضمن هذا البرنامج هي مفخرة. وكنت أطالع انفجراف في أحد جرائدنا الحكومية صباح اليوم، هذا يبشر بالخير. أنا لا أقول إننا حققنا كل شيء، ولكني ولست متحدثا باسم الحكومة، ولكني مواطن مصري أكاديمي أعيش في الجامعة وأحتك بمسؤولي الحكومة وأرى خطابات الرئيس وهذا وذلك، وأعي جيدا أنهم صادقون جادون فيما يفعلون. لذلك أطلب من المواطن المصري البسيط، أنا مثلك لست مليونيرا ولست من أصحاب هذا ولا ذاك، راجل مكافح مثلك وأولادي نفس الحكاية، لكنني أطلب الصبر. العالم تجتاحه الآن ما لا يحمد عقباه، هذه الأزمة ما لا كاد تطفئها إلا ونجد فيضانات هنا. هل كان يصدق أحد أن هنالك فيضانات تحدث في الإمارات وفي كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية وتنتقل إلى كويتنا الشقيق وإلى هنا وإلى هنا؟ هل كان يصدق أحد أن حرائق تضرب الأقماح والذرة والشعير والأسمدة في نهاية الشتاء؟ لم يكن علينا أن نتحمل قليلا، أن نتحمل قليلا كي لا تفلت الأمور من زمامها، وكي نكمل هذه المسيرة. المسيرة عسيرة ولكننا بدأناها، وبإذن الله قدما للأمام وعلى بركة الله. نعم، بالتأكيد سياسات كل دولة بتختلف في التعامل مع الأزمات المختلفة، لكن لو نظرنا على أرض الواقع وما تحقق في هذا المشروع من خلال جولة اليوم، يعني كيف تابعتها وأبرز النقاط التي لفتت انتباهك في هذه الجولة؟ أستاذة ليلى، الجولة كانت من محافظة البحيرة ولم تكن من مركز المحافظة ولا من الأم المحافظة ولا من القرى الكبيرة أو المراكز الكبيرة، وهذا ما يسعدني أننا نرى الواقع يأتي من النجع ومن القرية ومن أصغر مكان موجود فيه. نتعشم المرة القادمة إن شاء الله أن تكون في الوادي، أن تكون في الوادي الجديد أو في البحر الأحمر أو في سيناء التي تغيرت تماما والتنمية قادمة. أريد أن أشير إلى نقطة بمناسبة السياسات المتنوعة للدول التي حضرتك ذكرتيها دلوقتي. كمتخصص في التنمية المستدامة وحلم عمري العلمي والعملي، أقولها الآن وأعلنها من مسبيرو، لن تستطيع دولة على وجه الأرض أيا كانت أن تحقق أجندة التنمية المستدامة 2030 بكل أهدافها وأبعادها، لن يحدث هذا. لماذا هذا التشاؤم؟ هذا ليس تشاؤم، هذه دراسة علمية حقيقية أعدها الآن وتحت أمر من يطلبها. ما حدث في العالم من أزمات وكوارث أطاح بأهداف كثيرة وأبعاد كثيرة للتنمية، فلن تستطيع دولة تحقيق أهداف 2030 أو أجندتها في 2030 إلا وفقا لما قدمته. لذلك مصرنا الحبيبة ستكون من الدول المتقدمة في عند فحص أجندتها الخاصة بالتنمية المستدامة 2030. أضف إلى المواطن المصري الذي أطلب منه الدعم لنفسه ولشعبه ولحكومته، أخيرا البنك الدولي صندوق النقد الدولي اليوم يعلن أن مصرنا هي رابع اقتصاد حقق نمو هذا العام، وهذا ما لم نكن يحلم به أحد تحت وطأة هذه الكوارث وتبعاته. في النهاية بشكرك شكرا جزيلا دكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، شكرا على وجودك معنا في هذه الحلقة. ومشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذه الحلقة من القاهرة، لقاؤنا القادم بعد وقفة إخبارية موجزة يسحق فيها زميل عاصم أبو الغر، انتظروا.